حق شهد العيساوي، نجم تيك توك عراقي يقتل ابنته المظلومة ويلوذ يختفي من وجه العدالة. حالة من الغضب سادت مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة في العراق بعد الكشف عن قيام واحد من مشاهير تطبيق تيك توك ويدعى محمد العيساوي بقتل ابنته المظلومة بدافع الشرف. حق شهد العيساوي، وتصدر هاشتاغ حمل اسم الضحية شهد العيساوي قائمة الأكثر تداولا في العراق بعد الكشف عن أن المشهور محمد العيساوي، وهو واحد من نجوم اليوتيوب وتطبيق تيك توك، قام بقتل ابنته المظلومة شهد التي تبلغ من العمر 14 عاما بعد أن شاهدها تقف أمام الباب مع شاب سبق وأن تقدم لخطبتها. وبحسب تفاصيل المتداولة فإن محمد العيساوي لاذ بالفرار من وجه العدالة، وادعى المقربون منه أن القتل بداعي الشرف، فيما كشفت السلطات أنه وبعد تشريح جثة الضحية تبين أنها عذراء، وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الحادثة مطالبية بحاسبة اليوتيوبر الشهير وإنزال شد العقوبات عليه، كما تداولوا عبر هاشتاغ حمل اسم حق شهد العيساوي فيديوهات للقاتل مع سيدات خلال تصويره في فيديوهات على التيك توك. وجاء في التعليقات: ما حدث من جراء ميم بحق النساء العراقيات في الآونة الأخيرة أمر مؤسف ومخيف جدا. في غضون أسبوع فقط مجرم قتلام ابنته البريئة بدافع الشلف رف، ومجرم آخر شوه وجه أخته بسبب نشرها صور شخصية على متصفحها الخاص. وقالت متابعة: شهد العيساوي الطفلة ذات 14 ربيع، قتلها والدها المجرم أبو الملاهي لأن شافها تحجي. ويا شاب، القضاء العراقي راح يحاكم فبإقصى الحالات 3 سنوات مع وقف التنفيذ، يعني باجر يطلع كفالة ويعيش حياته طبيعي. القانون العراقي لي يبيح للمجرمين القتل، بئس القانون هذا يا سفلة. وشهد العراق في الآونة الأخيرة الكثير من حوادث العنف ضد السيدات، كان من بينها ما تعرضت له المراهقة مريم الركابي التي تعرضت للتشويه بعد أن قام شاب برمي مادة حارقة على وجهها بعد أن رفضت الزواج به.